لا شك أن صمود المقاومة الفلسطينية في غزة واستمرارها في توجيه الضربات المؤلمة حتى بعد أكثر من 159 يوماً على العدوان يعد فشلاً مدوياً للكيان الإسرائيلي وأجهزته العسكرية. أما أهم أسرار صمود المقاومة فيعود لانتهاجها تكتيكاً عسكرياً يسمى الدفاع السلبي، ويعد الدفاع السلبي أسلوباً قتالياً يعتمد على استخدام مجموعة من التدابير الوقائية لحماية المنشآت العسكرية للمقاومة عن استهدافات العدو وتقليل الأضرار. ومن خلال مجموعة من الإجراءات العسكرية لا يزال بإمكان المقاومة أن توجه ضربات مؤلمة وقاسية لقوات الكيان على مستوى الأفراد والآليات والمعدات، رغم عمليات القصف والحصار المتواصل وضيق مساحة التحرك وبساطة الإمكانات. أما فكرة الدفاع السلبي فتقوم على تضليل أسلحة العدو الاستخباراتية والقتالية، مما يفقدها قيمتها وفعاليتها. وهذا يذكرنا بالعمليات النوعية التي نفذتها المقاومة خلال الأشهر الماضية من مسافة الصفر ولصق العبوات المتفجرة بالآليات العسكرية وإيقاع الجنود في الكمائن المحكمة. استمرار عمليات المقاومة رغم حجم القوة العسكرية الإسرائيلية التي استخدمها في غزة يدل على نجاعة هذا التكتيك وعلى نجاحه في تجنيب المقاومة خسائر كبرى. إن معرفة المقاومة بأرض غزة إضافة إلى اتباعها نموذج الدفاع السلبي وانتهاج طريقة حرب الشوارع مكنها من تكبيد الاحتلال خسائر فادحة رغم الاختلال الكبير في موازين القوى بين الطرفين. فاعتماد المقاومة هذه الآليات يهدف إلى استثمار نقاط ضعف العدو وتحييد قدراته الاستخباراتية والقتالية والسبرانية. فلا شيء معروفا للعدو، لا أهداف عسكرية ولا أفرادا ولا تجهيزات. وتسعى المقاومة من خلال هذا الفن العسكري إلى تقليل البصمة الرادارية لمختلف قدراتها المادية والبشرية والحد من عمليات التجسس والمراقبة التي يقوم بها العدو وحرمانه من تعقبها وتحديد مكانها وطريقة حركتها. وتسند ذلك بمجموعة من الإجراءات والاحتياطات الأمنية تبدأ من الصمت اللاسلكي وتجنب الوقوع في نطاق مديات سلاح العدو واعتماد التمويه قبل الحرب وخلالها، إضافة إلى استخدام العوائق الطبيعية والاصطناعية. وتبقى الأنفاق كواحد من أهم مرتكزات الخطة الدفاعية للمقاومة، فقد لعبت هذه الأنفاق دورا محوريا في تحييد كل أجهزة العدو والأقمار الصناعية والكاميرات الحرارية وطائرات الاستطلاع، ولتشكل عقبة في وجه أي إنجاز لجيش الكيان. خلال العدوان على غزة أعلن جيش الاحتلال عن مقتل وإصابة المئات من أفراده بنيران صديقة، ووفق محللين عسكريين فإن غالبية هذه الحالات كانت نتاج عملية ارتباك ناجمة عن انقطاع التواصل مع القيادة التي تتحكم في كل شيء على أرض المعركة ولا تترك للجندي مساحة لاتخاذ القرار وتنفيذ المهام بشكل فردي. وفي الجانب المقابل فقد واجهت قيادة الحرب الإسرائيلية معضلات في عمليات البحث والإنقاذ وتحرير الأسرى وإجلاء القتلى والجرحى ومعداتهم نتيجة فقدان اتصالها مع الجنود في الميدان. أما في المقاومة فإنها تعتمد خططا مسبقة للمواجهة تقوم على اللامركزية في الدفاع وتوزيع القوة، ويتم ذلك بطريقة لا تستدعي التواصل مع القيادة ولكن وفق الخطط المسبقة المتوفرة للمقاومين، ويتم تسليحهم في كل عقدة قتالية بحسب اختلاف المهمة الموكلة لهم. ومن خلال هذه الخطط يبقى الدفاع فاعلا حتى لو انقطع المقاتلون عن قيادتهم، كما يمكن ترميم أي عجز أو نقص في أي ثغر من خلال قوى الاحتياط المتوفرة في المنطقة. لقد استطاعت المقاومة خلال الشهور الماضية أن تسجل صمودا قل نظيره في مواجهة أعتى الأسلحة الحديثة في العالم، وها هي اليوم تعيد ترتيب صفوفها في مختلف مناطق القطاع وتفاجئ الكيان وجيشه بضربات نوعية دقيقة، ولتؤكد مجددا أن المقاومة باقية بقاء الأرض وأن المحتلة إلى زوال لا محالة.